نزلنا من القطار وراح نغير القطار. هاي المحطة الرئيسية بالعاصمة، محطة ستوكهولم. دائما كنت أجي كورسات وندوات ومحاضرات هنا بالسويد. شو فارغة؟ شو ماكو ناس؟ هاي كانت ماكو ولا مكان تمشي به ولا دكتور تتحرك. شيني هاي؟ لا يوجد من البشر. ماذا فعلت الكورونا؟ زين فعلت ما فعلت؟ كان هذا المكان ما تقدر تمر به إذا ما تضرب لك واحد أو اثنين إنسان كتف. أصبح شوف الحمامة وين دخل، شوف الحمامة. ستوكهولم عاصمة، ولو اليوم هو شنو اليوم يوم من طبعا هاي كلش قديمة المحطة وأثرية عدو مبنية من تاريخ العصمة شي. شوفها، شوف شيل ماي مالتهم، الحديد مالتهم زين. طبعا هاي الطوابق هي كلش هواية زين. وهاي الساحة الرئيسية مالت. بس ماكو بشر، ماكو بشر اطلاقا، مو مثل ما كانت بشر. المهم الساعة هسه بالثنتين، انا عندي القطار الثاني بس 20 دقيقة بيني وبينه، يعني ما اقدر اشوفكم كلش هواي، بس اشوفكم ان شاء الله من اقعد بالقطار. بس هسه خل اشوفكم القطارات، بس دافية هنا بالمحطة وبرا كلش باردة، ابرد من جنوب السويد. احنا هنا الشمال يعتبر مدينة ستوكهولم هي في الوسط واقرب للشمال جوها من الجنوب. زين ندور القطع هنا، اكو هنا الشاشة مثل ما المطارات اللي رايح المطارات. عندنا سندسفال 21 دقيقة، هاي الجاية وهاي الرايحة بعد ما لا 14:21 ايه 4 ساعة 14:21 هذا زين. شوفه 14:21 سندسفار يقول الأربعة رقم أربعة مالته، فاحنا نروح ندور على رقم أربعة. رقم أربعة نروح ندوره. أربعة أربعة ذاك ذاك 3 إلى 10 معناها بعد 20 دقيقة. هذا هنا رقم 3 هناك 3 إلى 10 يعني هناك من هذا الاتجاه يعني بهذا الاتجاه. زين زين دولة السويد مكهربة من وراء الكورونا، لم تكن هكذا دولة السويد. شوف هذا كبير العمر عنده هيك عربانة تصير، دائما السويديين هنا عندهم هاي العربانة اللي تكون مساعد مالتهم بالمشي، ما يقعد الحجي رغم الكورونا داخل في دورة سلامة قلبك احتمال مو؟
مو انا جبت لكم اياها دوره سلامة قلبك عمره 100 سنه والله اعلم. والسومريات والبابليات تشوفونها انه وجنات مالتها. لا مو سومريات دني والبابليات، سومريه والبابليه لا 100 كيلو. هاي سومريه، هذا ابو كريش ما داخل دوره سلامة قلبك، شكله بولوني هو. لا ذو سويدي بس زوجته تايلنديه تطبخ له خوش طبخ مثل العراقيات. لا كل السومريات والبابليات ان شاء الله يرجعن رشيقات مثل ما كانت. دوره سلامة قلبك تغيركم وتعطيكم العافيه والصحه والمناعه. كلكم تصيرون اقوياء في دوره سلامة قلبك. SJ regionaltåg 836 på Märsta, Halmstad, Uppsala, vid avgångstid 14.09 står på spår 3. SJ regionaltåg 836 på Märsta, Uppsala, vid avgångstid 14.09 står på spår 3. زين خلينا نشوف السبور، يعني الستيشن هاي 3 الى 10 احنا رقم مالتنا 4. اخواني هاي بالمطارات وبال يصير عندك واحد ستريس، يعني ضغط نفسي يريد يلحق. لا تخاف لا تلحق، اهم شيء تركز، لان يعني ستريس الهوايه ما يفيدك، بس خلي عقلك براسك اذا ما طيرت المره. نعم هناك 5 الى 6 يقول لك السهم عليمنا عليمنا مبوع عليمنا، هذا 3 الى 4 هذا هيان بعد ربع ساعة يمكن. هو هذا قطارنا، خلينا نشوفه، ما كاتبين وين يروح حال، بس القطار نشوفه وين. احنا رايحين السندسبال، اي ديش القطعة مكتوبة السندسبال، يعني هذا هذا القطار. انا في العربة رقم 4، هاي رقم 1. راح نروح يم الدبابة مال الشمال مال السويد. في الشمال اكو دببة ومخلين اقفاص، من يجيك الدب انت تختل بالقفص. يبلوس المسفال، ايه هذا هذا مالتنا على العربانة رقم 2. انا شامريني بالرابعة اخر وحدة، بس من انزل اول واحد. هذا حلوة هذا القطار وهذه العبرية، ننتظر السائق يساعدنا ويطلع بينا. هذا قطار الليل اخواني، هذا منام، هذا يطلع بالليل. خل اشوفك اياه من زمن حمورابي مستغلينه بطيء، يشتغل بالليل يمشي بالليل زين، مخلينا يشتغل بالليل يروح يخلي الناس نايمين على كيفهم يدهدون، يقعدون الصبح يوصلون. شوفه مقفولة حتى قديم، ضاربة الزنجار هم بي قاعدة همين زين، بي قاعدة ونوم، بس يمشي بطيء ورخيص. هذا اللي يمشي سريع وجديد هذا غالي، يعني هاي الكروة مات اليوم يمكن $150 كلفت، يعني 10 ساعات يمشي بيك القطار من شماله من جنوبه الى شماله. وهذه العربه اللي نصعد بها احنا ان شاء الله رقم 4 صغيرونه زين. نصور لكم مقطع ثاني ان شاء الله تدلعنوه وانتم ورده، نصوره من سندسفال من الشمال ورده. ادخل دوره سلامه قلبك اللي ما داخل.